النهارده بنعمة ربنا الدير بيحتفل بعيد رهبنة أبونا فانوس، العيد رقم 66 لرهبنته. بركة للدير وبركة للكنيسة وبركة للمحبين بتاعوت أبونا فانوس. اتفضل يا أبونا فانوس، تعالى ينوت علشان أبونا فانوس هيقول لنا شوية آيات. لا هيقول كم. طب يلا.
تجربوا لو سمحتوا. الفون الثاني هنا اللي بيتكلم فيه سيدنا لما هو معيب تعالى عشان تصور مع ابونا يا جوار حسب سيدنا بيقول لك هذا لو سمحتم الأبهات والإخوة وكلنا نيجي علشان نصور مع أبونا فانوس لو سمحتم. يا أبونا أشعية تعبان؟ ما تشوف يا ابونا حنان ابونا شعيا مال يمكن السكر ملخبط. ابونا ارميا اديله معلقه السكر على طول من غير ميه من غير ميه تقسيم طب ماشي يا ابونا تعالي تعالى يا ابونا ارميا صور معاه بص هنا هو يا ابو بص الكاميرا بص كده 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 انا صور دي ده امتياز ده يا ابونا يعقوب بيقول لك خد حلويات ما تديلوش حلويات تاني خلاص كده يا ابونا احنا بنعيد النهاردة بعيد رهبنة ابونا القمص الراهب فانوس الانبا بولا نتذكر محبته وجهاده وسكناه في البرية لاكثر من 66 عام وهو دائما ينمو في الفضيلة وفي المحبة وفي العطاء يعطي لكل أحبائه ولكل أولاده يعطيهم من عمل الروح القدس ويعطيهم تعاليم ويعطيهم آيات ويعمل الله من خلاله أعمال مجيدة. الله قادر أن يحفظه لنا وللكنيسة كلها. ده قدسك الكلام ده بتاعك أنت. يعطيه عمرا مديدا ويجعله بركة للدير ولكل محبيه له المجد الدائم إلى الأبد أمين. يلا ادفننا بقى الشمع ده هي كل سنة وانت طيب يا ابونا فانوس. انت بتصور صورتي انا بقولك بزنبضاية ولا بلاش. يلا اطفي الشمعة ده هي بقى شمعة ابونا يلا اسم معاك لا 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 لا
اقول اسكت انا عارف اقطع كده بس خلاص اسمع شيل الشجره دي حتى من فلوس طبعا امال يعني يا ريت الأبهات اللي ليهم خبرات واختبارات مع أبونا فانوس يكتبوها عشان ننزلها في كتاب. يا ريت اللي يكتب عن أبونا فانوس يكتب الفكر الرهباني والفكر الإنجيلي ويدي المقالة بتاعته لأبونا دوماديوس. أبونا دوماديوس هيجمع الكتاب بتاع أبونا فانوس. يا أبهات أبونا دوماديوس يا أبونا أبونا دوماديوس هيجمع كتاب عن أبونا فانوس الفكر الرهباني والفكر الإنجيلي. تكتب لك أحلى كلام. هو الكتاب التربوي. برافو عليك اللي انت فكرت الكتب. انا نفسي كمان اكتب كمان الكتاب للأب أبونا مش كتاب قيم على الأب أبونا. ما تنسى الكتاب اللي وديته للأب أبونا ما رجعهوليش. يا صاحبي ما تقدرش تجمع لكن مش عارف اجمع مكان ازاي. ربنا حافظ على كتبته تعب شديد وضاع خدوا على اساس ضربه وما جابوش. طب حاول برضه تاني. تعالى صلي انا بقول لك عشان صحيح. سيبوا ما تحركوا معه كده كده هياخدوه هو ماشي هو ماشي يجي عشان لما تقوموا تعملوا هاد ربنا يكون معاهم النهارده هجيلك بكره بس نفسي نطلع نطلع بره ابونا غايه اوريك الشغل اللي بره ناخد اراءك بقيت خبره دلوقتي يا ابونا مدياس انا هو ازيك يا ابونا توماس صباح الفل ابونا مدياس ها
اخر منا علي اول تمام مجاورة عاوز ما فهم انت ابو نصر دورة انا ابو نصر دورة حسيت بيا يا ابو نروى هو كده هو بيستاذ طيب الجهاز بتاعنا جورج تعال اخو جورج اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول لك بكل شكر يا ابانا الذي في السماوات سلام سلام الرب مع جماعكم اللي يحب ياخد قرباني عباط يتفضل مش معقول كده يعني مش معقول خالص يعني خراب بجد انا لما نمشي مع بعض نخدها تمشي شوية قول يا عم الاجهزة النفاسة دي اللي حطها لنا دي ابونا بطرس الالكترونية